المفقودين والمغيبين قبل وبعد داعش في دائرة الخطر، سيناريو الاختطاف والمغيبين من المناطق العراقية، خاصة كثر الحديث عن المفقودين في حزام بغداد والمحافظات ذات الغالبية السنية. صرخات الأهالي وهم يطالبون بالإفراج عنهم أو التحقيق بشأن المفقودين، رسائل وأصوات تصل إلى الحكومات العراقية لكن لا من مجيب. يتزامن ذلك مع الحراك الشعبي وسيناريو الاختطاف للمتظاهرين والتحقيق بشأن المعتقلين حيال عمليات الاغتيال للنشطاء المدنيين الأخيرة، مع تفاقم سوء الخدمات خاصة الواقع الصحي والإهمال الحكومي الذي طال المدن العراقية بعد حرب داعش. اليوم في دائرة الخطر ملف المفقودين والمغيبين، سيناريوهات كبيرة قابلة للنقاش مع الشيخ النائب شعلان الكريم والدكتور عبد الرزاق الشمري.